عمال سنة وانا ما سيبش فتفوتة تعدي منه ولا درجة واحدة قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كورة. اديكي شفت. ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. وادي الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبيلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم ماشي وشرب الخارج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقة يجيب جون. هوبا ضعيفة. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعة يا ابني روعة روعة روعة. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي امير من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة قوي المحمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش رايح مفيش صفارة ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين اهدى بوكس شمال يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال هيثم دبور. 3-3. هي العرضية هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مريان اللي منتمة مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمة مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله
مش دي نورهان اللي مقنتمة مع عدي؟ ما هي ما فضيت له، ودلوقتي مقنتمة مع محمود رئيس أسرة نور الحق. هي من فوق مقنتمة مع محمود، من تحت بقى مقنتمة مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل، كويس أوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من أول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها، ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي، لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون شخصيه. كل ده في الجمله دي. بس انت تقولها كويس. خلاص جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي، الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم، بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد لقد وقعنا في الفخ. دي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا. ايه لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشعر. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحج في المح. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بقول لك جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني، إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. اه نسيت، ده احنا في رمضان. صحيح رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا؟ الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك، انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك.
مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين البصراوي؟ بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابه. في امبابه عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حوده. اخواني، لا يجب ان تحركنا الاحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي. هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة. نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعاً إحنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده أنا عامل لهم شقة دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، أنا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. ايوه بس الجامعه تدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانيه ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه، الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه. المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك. انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدى للمشروع ده. مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره، لا للعمولات، لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 ولا شب في مزرعة الملقان، ودي دقني.
جعان.